بسم الله. الجزء اللي هنتكلم عليه ده دلوقتي، وده آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله، حاجة بسيطة جدا اسمها comparing number. اسمها إيه؟ comparing numbers. طيب تعالوا نفهم كده يعني إيه كلمة compare. كلمة compare يعني مقارنة. كلمة كومبير يعني ايه؟ مقارنة. يعني ايه مقارنة؟ يعني تعرف مين الكبير ومين الصغير. تعالوا نفهمها بطريقة سهلة خالص، عارفينها من كيجي بس هنراجع عليها بسرعة قوي. لو انا قلت دلوقتي، عارفين واحنا بنلعب مع بعض مثلا كورة او سلة او اي لعبة، اول حاجة واحنا بنقسم الفرق بنعمل ايه؟ بنساوي. يعني ايه بنساوي؟ بنخلي الفرق قد بعض. يعني ينفع مثلا واحنا بنلعب مع بعض، واحنا بنلعب كوره، نخلي في فرقه فيها اتنين لعيبه والفرقه التانيه فيها لعيب واحد؟ لا. مين اللي هيكسب؟ الاثنين، صح ولا غلط؟ طب ينفع نخلي الفرقه دي فيها 10 لعيبه والفرقه دي فيها 10 لعيبه؟ مين اللي يكسب؟ الاشطر. لا الاشطر، صح؟ مش هم 10، دول 10 ودول 10، يبقى مين اللي هيكسب؟ الاشطر. طيب ركزوا بقى في اللي انا هقوله كويس. اول حاجه احنا بنعملها عشان نعمل كومبير بنعد الديجيتس. يعني ايه؟ بص لي هنا كده، ده في كام ديجيت؟ كام ديجيت؟ 7 1 ديجيت. طب وده 1. مين اللي يكسب؟ ال7 ولا ال9؟ 9 اقوى. يبقى العلامه هتبص ناحيه مين؟ فاكرين بق السمكه؟ العلامه بتاعت بق السمكه دي اعملها بايدك كده. هي دي اسمها ايه؟ العلامة دي اسمها ايه؟ لا 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 لا، اسمها ايه بالانجلش؟ بتبدأ بحرف الاس. smaller than او less than، صح؟ تعال نقرا الجملة دي كلها، اقرا كده. 7 smaller than 9. مين يترجم الجملة دي بالعربي؟ معناها ايه؟ السبعة أصغر من التسعة. مش دي جملة صح؟ طب افرض أنا عايز أقرأها بالشقلوب، أقرأها من عند الناين، هقول إيه؟ 9 greater than 7. يبقى العلامة دي اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ smaller than أو greater than، على حسب أنت هتقرأها إزاي. إحنا بنقرأ الإنجليش from left to right، من الشمال لليمين، فلما تيجي تقرأ هتقول 7 smaller than 9. ماشي. مين شاطر بقى هنا؟ نقراها ازاي؟ يلا ياسين. اسمها ايه بقى اكبر؟ لا، سمول يعني صغير، عكس سمول greater than. greater than يبقى العلامه دي اسمها ايه؟ greater than. بصوا كده هنكتبهم هنا عشان ما ننساهمش ابدا. ادي اول علامه اللي احنا لسه قايلينها اسمها ايه؟ greater than. طب والعلامة الثانية اسمها smaller than، أو ممكن نقولها كمان less than، وفي equal اللي ما قلناش equal. تعالوا يلا هنا، كام دي؟ 50. ودي كام؟ 63. عدد اللعيبة اللي هنا قد عدد اللعيبة اللي هنا ولا لا؟ مش دول 2 digit ودول 2 digit؟ مين الأشطر؟ 50 ولا 63؟ يبقى هنحط العلامة تبص لها، لما نيجي نقراها هنقول ايه؟ 50. ايوه smaller than 63. طب اللي بعده 58 39. مين اللي اكبر؟ 58. نحط العلامة كده، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ المفروض تبص الناحية التانية، لأن دي الكبيرة، ال 58 أكبر. لما نيجي نقراها هنقراها ازاي؟ 58 greater than 39. طب يلا اللي بعدها، اخر واحدة في العمود او اللي قبلها، 66 46. مين اللي اكبر؟ 66 52 59 59. تعالوا هنا 8 and 4. مين يقرا الجملة دي كلها على بعض؟ ها مين؟ يلا يا جاسمين اقريها. 8 لا دي مش سمولر،
greater than 4. طيب 1 and 6. 6. اقراها. ها. 1 smaller than 6. يوسف. 64 27. لما نيجي نقراها هتبقى 64 greater. برافو برافو برافو. greater than 27. 48 70. لما نيجي نقراها هتبقى 48 72 57. 72 الأكبر. 41 68 68. بصوا بقى هنا السؤال ده مثلا من غير ما نبص خالص، الفرقة دي فيها كام ديجيت؟ 2 ديجيتس. طب والفرقة دي من غير ما تقرا دايما الفرقة اللي فيها 3 ديجيت هتكسب على طول. الفرقة دي فيها كام ديجيت؟ 3. طب الفرقة دي فيها 2، يبقى مين اللي اكبر؟ الثري. هنا بقوا 3 وهنا 3. لا هنا بقى انا محتاج اركز. 900 900. لحد دلوقتي قد بعض. 30 40. مين اللي اكبر؟ 40. انت خدت بالك احنا بنقرا منين؟ عشان ما الاقيش حد بيغلط، عشان الغلطه دي من الغلطات المهمه جدا. بص بقى لو انت ما خدتش بالي، اسمعني لو سمحت. لو انا كاتب هنا لو انا عامل كده، دي فيها كام ديجيت؟ 3. ودي فيها كام ديجيت؟ 3. الناس هتتقسم نصين، نص بيحل صح ونص بيحل غلط. اللي بيحل صح هيبدا يقرا النمبر من الشمال زي ما احنا بنقرا. دي تتقري ازاي؟ 5. ايه؟ طب ودي تتقري ازاي؟ مين الاكبر؟ 500 ولا 800؟ يبقى هو هيحط العلامه كده. اللي هو عمله ده صح ولا غلط؟ صح. صح. لا صح. 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 طب لو غلط بقى كان هيعمل ايه؟ هيبدا يبص من الونس. بصوا كده هنا كام؟ 1. وهنا كام؟ 2. كان هيقول مين الكبير؟ التو. كان هيخلي العلامه باصه كده. غلط، ما ينفعش. يبقى انتوا خدتوا بالكم لما تيجي تلاقي الفرقه قد الفرقه بنقرا النمبر منين؟ من اليمين ولا الشمال؟ الشمال. عادي خالص، اكنك بتقرا النمبر عادي خالص. تعالوا نرجع تاني كده للي احنا قلناه هتفهم انا قصدي ايه. ثانيه هخلص واسال اللي انت عايزه. هخلص واسال اللي انت عايزه. هخلص واسال اللي انت عايزه. بصوا كده 931 942 هنا 900 930 40. مين الكبير؟ 40. طب هنا في كام ديجيت؟ 3 ديجيت 3 ديجيت. كله قد بعضه يبقى ايكوال. 3 ديجيت 3 ديجيت. لا هنا 300 300. هنا 10 وهنا 0. يبقى العلامه هتبص كده. طيب السؤال ده وده هنا 3 ديجيت 3 ديجيت. ليه؟ عشان لما نيجي نقرا ده كام؟ 4. ايه؟ وده كام؟ 500. مين الاكبر؟ 500. طيب اتفضل يا استاذ محمود. السؤال الثاني ده المفروض يبقى ايكوال. مين يقول لمحمود ليه ده مش ايكوال؟ اقعد يا حوده واسمع زمايلك. مين يقول لمحمود ليه ده مش ايكوال؟ ها يا معاذ. عشان دي 3 ديجيت ودي 2 ديجيت. دي 3 ديجيت ودي 2 ديجيت، ازاي يبقوا ايكوال؟ طب وايه يعني؟ اقرا النمبر ده يا محمود. 98. واقرا النمبر ده. 908. ازاي الاثنين ايكوال؟ لا لا، ازاي؟ هو الزيرو ملوش لازمه لو في الونس او في التنس. طالما موجود هنا الزيرو ملوش لازمه لو كان مكتوب على ايدك الشمال. يعني لو انا كاتب كده، بصوا الزيرو ده يتقري ولا ما يتقريش؟ يتقري. طب لو انا خدت الزيرو ده وحطيته هنا، غير النمبر ولا ما غيروش؟ غير. بقى ليه لازمه هنا بقى ولا ملوش؟ ليه لازمه.
خلاص؟ يبقى الزيرو مش معناه ان هو ملوش لازمه، هو ملوش لازمه في حاله واحده، لو لقيته على ايدك الشمال خالص. تعالوا نكمل ونشوف الجزء الاخير اللي عندي في الكومبير. 3 ديجيت مين يقول؟ greater than. ليه قلنا greater than يا يارا؟ عشان دي كام؟ 400 ودي كام 100؟ 200. اللي بعدها 3 ديجيت، 3 ديجيت greater than صح. 2 ديجيت 3 ديجيت على طول smaller than لان دي الاكبر. 3 ديجيت 3 ديجيت smaller than 3 ديجيت 3 ديجيت equal نفس عدد الديجيتس. 2 ديجيت 3 ديجيت smaller than. برافو عليكم. يبقى احنا في الصفحة دي عرفنا ازاي نعمل كومبير. بصوا هنا بقى ايه اللي اتغير؟ مين عارف ايه اللي اتغير؟ هو عمل ايه؟ كتب النمبر جاهز ولا انا لسه اللي هجهزه؟ الفورم دي اسمها ايه؟ اسمها اكسباندد. طب تعالوا كده نحولها ستاندرد. اقراها. تتكتب ازاي؟ 3 5 6. شايف النمبر ده والنمبر ده مين الاكبر؟ ليه ده؟ عشان ده بيبدا ب 600 وده 300. لافي نسيب اللي في ايدينا لو سمحت ونركز. ادي العلامه تبقى سمولر ذان سمولر ذان. طب اللي بعده ايه ده يا مستر؟ ده برضو مكسرها لي. ال 100 لوحدها وال 10 لوحدها وال 1 لوحدها. تعالى نكتبها يلا مع بعض. ها 542 اكتبها ازاي؟ 542. طب وده برضو ده فيه 3 ديجيت. مين الاكبر ده ولا ده؟ عشان ده 400 وده 500 يبقى greater than. هنا ده جاهز. تعالى يلا مع بعض نقرا ده. smaller than 843. بص يا مستر انا ممكن احلها لك بسرعه من غير ما احولها ستاندرد. ازاي؟ هيقرا 800. طب ودي كام؟ 600. مين الاكبر؟ انت محتاج تكمل اصلا ولا هتعرف تحلها على طول؟ حلها على طول. مش لازم اكمل. يبقى انا عرفت ان دي هي الاكبر اللي هي 843. طب هنا 700 30 30 equal. 3 3 يبقوا equal. هنا 900 700 900. يبقى العلامه دي هي الاكبر اللي هي فيها greater than. صعبه؟ لا. في اي مشكله؟ لا. ماشي.